باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحل عين نعمته ورحمته وبركته، الآبد الآبدين ولدهر الدهرين كلها أمين. بنجاوب على أسئلة من يسألون حول الكتاب المقدس، وإحنا ما زلنا في سفر أشعياء، والنهاردة الحلقة 12، وحابب أجاوب على سؤالين في غاية الأهمية. السؤال الأولاني اللي هو موجود في أشعياء 21 عدد 7، والسؤال الثاني في أشعياء 28 عدد 11. السؤال الأولاني اللي هو ركاب حمير وركاب جمال، ركاب حمير وركاب جمال. والسؤال الثاني بلسان آخر يكلم هذا الشعب، إيه معنى لسان آخر وإيه معنى ركاب حمير وركاب جمال اللي هي موجودة في نبوة أشعياء أصحاح 21. هنقرأ مع بعض الآية وهنشوف الأصحاح ده بيتكلم عن إيه، وهنشوف دلوقتي الكلام كله بيتكلم إزاي. فرأى ركاب أو ركابا أزواج، يعني اتنين اتنين فرسان، ركاب حمير وركاب جمال، فأصغى إصغاء شديدا. إخواننا إياهم اللي بيدوروا على أي حاجة عشان يقول لك ده نبوء عن الراجل بتاعنا يعني وبتاعهم يعني، فقال لك شوفوا ركاب حمير دي عن معنى كده اللي هم المسيح لما ركب على أتان وجحش ابن أتان داخل أورشليم، وركاب جمال ده عن الناس بتوعهم أو الرسول بتاعهم أو النبي بتاعهم والصحابة بتوعه ركاب جمال. طبعا الكلام ده يعني لو تعقل الإنسان وقرا مش هيقبل على نفسه أبدا أن يقول على الراجل بتاعه الكلام ده، لأني لما نشوف إيه أوصاف ركاب الجمال وركاب الحمير دول هنشوف دلوقتي مع بعض. طبعا أولا ده ليست نبوءة عن السيد المسيح ولا نبوءة عن آخر، دي نبوءات تكلم فيها الكتاب المقدس على لسان أشعياء بما سيحصل على البلاد أو بما سيحدث حواليه على البلاد اللي هي حواليه. وقلت قبل كده مرات كتيرة الكتاب المقدس فيه بعدين نبويين في الكتاب المقدس، البعد القريب للنبوءة، ودي كان الله بيعطي نبوءة على لسان النبي أو على لسان الكاتب أو على لسان من أرسله الله، نبوءة حاجة تحدث في المستقبل القريب. فالناس اللي حواليه لما يشوفوا النبوءة دي حدثت زي ما قال لهم بالضبط النبي، فكان يصدقوا النبوءة التي يتكلم عنها على المستقبل البعيد، وعن المستقبل البعيد اللي هي كانت نبوات عن السيد المسيح لها كل المجد. دي بس حاجة عشان نبقى فاهمين الكتاب المقدس والنبوات الكتاب المقدس. فلما يتكلم في سفر أشعياء مثلا أو في سفر أرميا أو في سفر دانيال أو في بقية الأسفار، فهو بيتكلم عن نبوات للناس اللي حواليهم أو للشعوب اللي حواليهم أو عن الشعوب اللي حواليهم أو عن الشعب اللي هو النبي عايش وسط معاه أو عايش وسطيه، وبيتكلم نبوات عن المستقبل اللي هي ستحدث عن المسيح ليهيئ الشعب لقبول السيد المسيح له كل المجد، عشان لما الشعب يبقى جاهز دي النبوات حصلت، النبي ده كان مظبوط كلامه، ده ما هواش نبي كذاب ولا نبي بيتكلم حاجات خرافية أو حاجات خرافات ملهاش وجود أو محصلتش، لا ده كلام فعلا حاجات حصلت. فلما يجي يتكلم على نبوءة ما حصلش يبقى هم منتظرين حدوث هذه النبوءة، ودي كان كلها نبوءات أو كل الكتاب المقدس العهد القديم كان بيهيئ الشعب لقبول السيد المسيح له كل المجد أو مجيء المسيح له كل المجد. دي بس حاجة. الحاجة الثانية لما بيتكلم عن الشعوب اللي حواليهم أحيانا يتكلم بحاجات مشهورة عن هذه الشعوب، يعني ممكن يذكر الشعب بالاسم اللي هو مشهور فيه أو يذكر الشعب بحاجة مشهورة عنه، حاجة مشهورة عنه. لما هنشوف دلوقتي أولا سفر أشعياء أصحاح 21 هو سفر
بيتكلم عن نبوات حدثت أو تكلم عنها النبي وحدثت، وتكلم على ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية وحي من جهة بريت البحر، وحي من جهة بريت البحر، وبريت البحر دي الحقيقة دي بريت البحر أو العبارة دي بالذات دي مشهورة عن بابل، عن بابل والبحر، لأن النهر نهر الفرات ونهر دجلة مع مصبهم في الخليج في البحر العرب، بيتكلم ان هو هنا كأنه بحر عشان نهر طويل، زي بالضبط اللي بيتكلم كمان في الكتاب المقدس على نهر النيل وساعات بيسميه بحر. دي بس عشان تبقى الامور بدأت توضح قدام عينينا. فبيتكلم هنا وحي من جهة بريت البحر كزوابع في الجنوب عاصفة يأتي من البرية من ارض مخوفة قد اعلنت لي رؤية قاسية، وبيتكلم على اللي يحدث على بابل، ودي من أصحاح 21 من العدد الأول إلى عدد 10. ده بيتكلم على نبوات ستحدث على بابل، نبوات ستحدث على بابل. الجزء الثاني بيتكلم على من أصحاح 21 آية 11، بيتكلم عن نبوات ستحدث من جهة دوما، من جهة دوما، وصرخ إلي صارخ من سعير يا حارس ماء من الليل، دي بيتكلم عن دوما أو أدوم. والنبوة الثالثة بيتكلم على وحي من جهة بلاد العرب، وبلاد العرب اللي هي بتكلم عن قبائل قدار، قبائل قدار، ودي كان تسكن في شمال شبه جزيرة العرب، لا يتكلم خالص عن حد سيحدث أو حاجة ستحدث فيما بعد، لكن تكلم على هذه النبوات وما سيحدث مع هؤلاء الشعوب، عن بابل، عن أدوم، عن بلاد العرب أو بلاد قدار وخرابها على يد ملك بابل، خرابها على يد ملك بابل. الأمور كده بدأت توضح قدام عينينا. هنشوف مع بعض لما هيجي يتكلم وحي من جهة بريت البحر كزوابع في الجنوب عاصفة يأتي من البرية من أرض مخوفة. بريت البحر اللي هي طبعا بتكلم عنها اللي هي بابل، لأن نهر الفرات مع خليج العربي بيكونوا سميها بريت البحر، يعني النهر جاي من هي نهر الفرات، والخليج العربي مع المصب بتاعه ده بيسميه برية البحر. وأشعياء دايما بيشير زي ما احنا قلنا بتشير إلى الأنهار باسم بحر، الأنهار باسم بحر. وزي على سبيل المثال في أشعياء 19 لما بيتكلم على نهر النيل 19:5، وتنشف المياه من البحر ويجف النهر ويبس وتنتن الأنهار وتضعف وتجف إلى آخر هذا الكلام اللي موجود، وتنبأ بأشعياء عن مصر. وحدث فعلا الكلام ده حدث، عشان بس محدش يفتكر ان لسه نبوات هتحدث. دي اول حاجة. الحاجة الثانية في بقية الكتاب المقدس لما بيتكلم عن بابل على انها هي ستخرب وكأنها برية، يعني بلد موجودة والخراب بتاعها، والنبوءة بيقول برية يعني هي ستنتهي تماما، وفعلا ده اللي حصل في مع الأشوريين عندما غزوا أرض بابل وطبعا دمروا كل هذه البلاد. وبيكمل الحقيقة قد أعلنت لي رؤية قاسية، الناهب ناهبا والمخرب مخربا، اصعدي يا علام حاصري يا مادي قد ابتلت كل انيتها. هنا بيتكلم على بابل طبعا، وبيتكلم هنا عن علام، العلام اللي هي فارس، لما مادي وفارس، لما اصعدي يا علام حاصري يا مادي قد ابتلت كل انيتها، اللي هنا بيتكلم عن مادي وفارس اللي هي الحضارة الفارسية، وهنشوف دلوقتي مع بعض الحضارة الفارسية مع بعض. بس ما بتبقش الأحداث، لما بيتكلم عن النبوة بالتسلسل بتاعها بيتكلم عن إيه. والحقيقة لما يجي بعد كده
وبيتكلم على علام او فارس او مادي، فهنا بيأكد ان النبوة دي عن هجوم مادي وفارس على مملكة بابل، على مملكة بابل، والفعل سقطت بطريقة بشعة جدا، وحصل انها بتاعها وابطلت كل ما في بابل، وكان دي سبب أنين للناس، السبي بتاع بابل وانكسارهم على يد مادي وفارس بقيادة كورش ملك فارس. وده فعلا حصل في التاريخ، ما هواش حاجة كان منتظرة تحصل بعد كده. وبيكمل: لذلك امتلأت حقواي وجعا وأخذني مخاض كمخاض الوالدة، تلويت حتى لا أسمع، اندهشت حتى لا أنظر. من رقة مشاعر النبي أشعياء لما شاف النبوة دي وما سيحدث لبابل عن طريق عن طريق مادي وفارس، أو عن طريق العلام ومادي، لم يحتمل رؤية المناظر الصعبة اللي هو شافها وتحدث على بابل من الفظاعة اللي حصلت معهم. تاه قلبي، بغتني رعب، ليلة لذتي جعلها لي رعدة، جعلها لي رعدة. طبعا الليلة دي طبعا كلنا فاكرين الليلة اللي حصل فيها الهجوم بتاع الفرس مادي وفارس على بابل، وده حصل في أيام بلشسر في سفر دانيال أصحاح 5 ومن عدد 22. هاجي ليها بس لما هكمل بس قراءة النبوة. زي ما احنا متعودين بنطلع الشبهة وبنقرأ ما قبل هذا الكلام وما بعد هذا الكلام، نفهم الموضوع بيتكلم عن ايه بالضبط. في أشعياء 21 عدد 5، هقرأ عدد 4 وكمل في عدد 5. تاه قلبي، بغتني رعب، ليلة لذتي جعلها لي رعدة. وبعدين: يرتبون المائدة، يحرسون الحراسة، يأكلون يشربون، قوموا أيها الرؤساء امسحوا المجن. امسحوا المجن، هنا بتكلم عن بابل لما أعدت المائدة وفي الأكل والشرب، وأقاموا الحراس عشان يشربوا ويسكروا. وكان مفروض طبعا الحراس دول ياخدوا بالهم من حراس المدينة، لكن ما حصلش، لا مسح المجن ولا حاجة خالص، لكن الحقيقة كانوا في سكر وفي عربدة. ونشوف الكلام ده فعلا اللي ذكره بالضبط سفر دانيال أصحاح 5 من عدد 22، لما كان أحضر أنية بيت الرب وكان بيسكر وبيشرب، فتكلم معه الله على يد دانيال: وأنت يا بلشسر ابنه لم تضع قلبك، مع أنك يعني ما تضعتش، مع أنك عرفت كل هذا، بل تعظمت على رب السماء فأحضروا قدامك أنية بيته، وأنت وعظماءك وزوجاتك وسراريك شربتم بها الخمر. وطبعا أنية بيت الرب شرب بها الخمر وسبح الآلهة بتاعته بالحديد المصنوعة من الحديد والنحاس والخشب والحجر، لا تبصر ولا تسمع ولا تعرف، أما الله الذي بيده نسمتك وله كل طرقة فلم تمجده. ده كلام دانيال وتوبيخ دانيال لبلشسر، نفس الكلام اللي كانت نبأ عليه أشعياء عن ما سيحدث لبابل. حنازن أرسل من قبله طرف اليد فكتبت هذه الكتابة: الله اللي انت لم تمجده، بل أحضرت الأنية بتاعت بيته وقعدت تسكر وتشرب، فالله أرسل يد وكتبت، فكتبت هذه الكتابة، وهذه الكتابة التي سطرت منى تقيل وفرسين، تقيل وفرسين. وقال كده: منى تقيل وفرسين. تفسير الكلام: منى أحصي الله ملكوتك وأنهى، تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فرسين أو فارس قسمت مملكتك وعطيت لمادي وفارس، اللي عطيت مملكتك لمادي وفارس. احنا عايزين أمل بلشسر أن يلبسوا دانيال إرجوان وقلادة من ذهب في عنقه وينادوا عليه أنه يكون متسلطا سلسا في المملكة. ده الحقيقة أنا هرجع أكمل الكلام ده، لكن بس حابب نتكلم بس شوية على منظر الحمير ومنظر الجمال. إيريت أخويا المخرج حط لنا أول منظر اللي هو منظر الحمير.
ده بالظبط كده اللي قاله الكتاب المقدس، ركاب فرسان أزواج، ركاب حمير، وركاب جمال. هنشوف الوقت الأول منظر ركاب الحمير، أدي منظر ودي اتنين في العربة أو على في الحمير، وده طبعا دي كانت إشارة إلى علام، إشارة إلى علام أو إشارة إلى فارس، إشارة إلى علام إشارة إلى فارس. فالكتاب هنا فرأى ركاب أزواج، يعني هم مش واحد بس، ده أكتر من واحد، فرسان اللي هم طبعا دول ناس بتوع حرب، ما هماش ناس بتوع جايين بس كده. تعرفين طبعا الحمير والجمال والبغال والأحصنة، الفرس كان بتستخدم كلها في أغراض سلمية وفي أغراض حربية، في أغراض سلمية وأغراض حربية، فهي بتكلم عليها هنا تستخدم كأغراض حربية. لكن هنا ده عايز يشير إلى من هم مشهورين بهذا، ايه هم المشهورين بهذا دول اللي هم ركاب الحمير وركاب الجمال، اللي هو بيشير الى علام او الى فارس، علام او الى فارس. ده المنظر الاولاني ركاب حمير، وده منظر قديم قوي، يعني اقدم من نبوة اشعياء، بس عشان بس الامور تبقى واضحه لحسن حد يفتكر ان بيتكلم على ده بعد اشعياء، ده منظر من قبل اشعياء عن ركاب الحمير، دول بيشير الى فارس. المنظر الثاني يا اخويا المخرج حط له هنا اللي هو منظر الجمال، منظر الجمال، ومنظر الجمال ايضا بيشير الى علام ايضا. فمنظر الحمير والجمال بيشير الى علام او يشير الى فارس، يشير الى علام او الى فارس. والحقيقه المنظر الثاني اللي هو منظر الجمال ما هوش حد احسن حد يفتكر ان هو ده بيشير الى حاجه معينه او حضاره من حضارات اللي هو في الصحراء، في الصحراء العربيه او الجزيره العربيه، لا، ده الحقيقه المنظر ده، وده من طبعا متاخد من تخليد المنظر اللي شفناه بتاع الجمال اللي هو المنظر الثاني. اخونا الغالي حط لنا المنظر الثالث او اللي هو مثلث شالمنصر الثالث ألف. ده المنظر ده يعني المنظر اللي عرضناه قبل كده اللي هو رقم 2، هو ده متاخد من المسلة دي، اسمها مسلة شالمنصر الثالث. وبسرعة هشير إلى مين هو شالمنصر الثالث ده، وهشير دلوقتي إلى المسلة دي، ودي دي موجودة من قبل أشعياء بس عشان بس الأمور تبقى واضحة قدام عينينا. ودي كان مشهورين ركاب الحمير وركاب الجمال، علام أو الفرس، علام أو الفرس. شالمنصر الثالث هو ملك أشور أو ملك أشوري، وهو ابن أشور نصر بال، وكان محارب كبير وأحد مؤسسي الإمبراطورية الأشورية الجديدة، وهو ملك أشوري يتصل أو يكون له اتصال بإسرائيل. شالمنصر حكم من سنة 859 أو 860 عشان بس يتبقى العدد عدد واضح، يعني 360 الى 860 قصدي الى 825. تعرفين حضراتكم قبل الميلاد الاعداد بتقل، من 860 الى 825 قبل الميلاد. وكان اول ملك اشوري اصطدم مع بني اسرائيل وحارب اخاب ملك السامره وحارب ملوك ارام وغيرهم في معركه اسمها معركه قرقر سنة 853، وفي سنة 842 هزم حزائيل ملك دمشق وملوك سور وصيدا، وأرسل ياهو ملك بني إسرائيل الجزية لشالمنصر الثالث ده في ذلك الوقت. وحملاته العسكرية الملك الأشوري وصلت حملاته إلى بلاد أرارات وولايات بابل الجنوبية، وتعمق في بلاد سوريا وفي بلاد كيليكية. وفي خلال 3 سنين من حكم الأولى حارب الأراميين اسمهم بيت أدني على نهر الفرات الأعلى، وبعد استولى عن العاصمة بتاعتهم اسمها تل الأحمر أو تل برسيب، نقل منها سكانها وأطلق اسمه على
المدينة فسمها كارشو لمانو أشاردي أشاريد، أي ميناء شل مناصر، اسمه في مانو أشاريد. وكان نجاحه في بلاد النهرين أدى إلى فزع أغلب الولايات المستقلة في سوريا، فبدأوا يعملوا حلف ضده عشان يحاولوا أنهم يحاربوه. لكن الحقيقة هو انتهت هذه الأحلاف بأنه زحف شلمنصر على كل هذه البلاد بما فيها بلاد إسرائيل الشمالية، وأثر منهم من أثر، وأخذ منهم جزية أو ضريبة أو هدايا زي ما هو موجود في سفر ملوك الأول صح 19 وعدد 15، وملوك الأول 22 عدد الأول، ملوك الثاني أصح 2 عدد أصح 32 عدد 10. وكل البلاد دي خضعت ليه، إلى درجة إن هو أخونا الغالي ريت تحط لنا المنظر بتاع النصب بتاعه اللي هو النصب التذكاري. النصب التذكاري ده احنا شايفينه، ده هو نفس المنظر اللي احنا شفناه بتاع الجمال، متاخد من هذا النصب اللي هو المسلة، اسمها مشهورة او اسمها المسلة السوداء. والمسلة دي موجودة في المتحف البريطاني، والمسلة ما هياش طويلة، هي المسلة طولها تقريبا حوالي مترين، يعني طولها بالضبط كده 197 سنتي، والعرض بتاع كل ناحية من نواحي حوالي 85 سنتي. والحقيقة اكتشفت هذه المسلة اسمها المسلة السوداء، المسلة السوداء، وساعات البعض بيسميها الحجر الأسود لأنها المادة بتاعتها من الحجر الأسود، ومعمولة بطريقة النقش البارز، وترجع تاريخها إلى 824 أو 858 وقبل الميلاد. وزي ما احنا ذكرنا دي للمملكة الأشورية الحديثة اللي سجل على هذه المسلة شلمناصر الثالث انتصاراته على البلاد اللي انتصر عليها في 5 ولايات انتصر عليها. من ضمن الولايات اللي انتصر عليها دي بيذكر اللي هم ركاب الجمال دول، هنشوف من وقته اللي هم العلاميين، علاميين بلاد علام، او اللي هو بيتكلم عنهم الكتاب المقدس. فهنا ما يقول الكتاب المقدس ركاب فرسان، ركاب فرأى ركابا أزواج، فرسان ركاب حمير ركاب جمال، فهنا يقصد بها اللي هم أهل علام اللي هم موجودين على المسلة دي. ودي المسلة من قبل أشعية عشان بس الناس تبقى عارفة دي، فدي مشهورة لما يتكلم ركاب حمير أو ركاب جمال، هو الناس عارفة دول مين هم، دول المشهورين في التاريخ بهذا الاسم. أكمل المسلة، الحقيقة موجودة في المتحف البريطاني، اللي عايز او حد لو كان حد عايش في بريطانيا ممكن يزور المتحف ويشوف هذه المسلة، من المسلات المشهورة، واكتشفت سنة 1846 في المكان اللي اكتشف فيه اسمه كالح. والحقيقة مصورة المسلة عليها 20 نقش او 20 جزء على 5 اوجه، 5 لوحات على كل جانب تصور 5 ملوك مهزومين، على كل جانب بيصور 5 ملوك مهزومين يقدمون الهدايا أو يقدمون الجزية ويسجدوا أمام الملك الأشوري اللي هو اللي احنا شفناه دلوقتي اسمه هو شلمناصر الثالث، شلمناصر الثالث أو شلمناصر الثالث أو المشهورين بال بالجمال والحمير، أيضا من ضمن البلاد اللي خضعت لهذا الملك الأشوري. بسرعة المنظر الأولاني بيصور جزية حاجة اسمه سو أو سوة،
وده في منطقة جلزانو في شمال غرب إيران، شمال غرب إيران اللي هي منطقة إعلام. والمنظر الثاني بيصور ياهو ابن عمري، وده ملك إسرائيل، والحقيقة بيتكلم إن هو ياهو أيضا بمنظر الملوك. ياريت أخونا نحط لنا كمان الصورة اللي بعديها. بيصور هنا الملوك وهم ساجدين، الملك وهو ساجد، الملوك الخمسة اللي هو انتصر عليهم، وفي المسلة دي اللي بيأكد انتصاراته، من ضمنهم اللي هو ياهو ابن عمري أو من بيت عمري، اللي هو ياهو ابن عمري المشهور في الكتاب المقدس، أيضا ساجد من ضمن الناس اللي سجدوا لهذا الملك الأشوري. ده المنظر الثالث. المنظر الثالث من الجزء من حتة اسمها مازوري، ودي منطقة في كردستان في العراق. المنظر الرابع بيصور واحد اسمه مردوخ أبيلي آسر، وده من منطقة اسمها شوهي على الفرات الأوسط. والمنظر الأخير بيصور واحد اسمه قلب رواندا من باتينا، دي منطقة أنطاكيا في تركيا الحالية. فبيصور هو ملك واحد في إيران، غرب إيران، ملك إسرائيل، كردستان في العراق، في الفرات الأوسط، في منطقة تركيا. الخمس مناطق دول اللي احنا شايفينهم على المسلة من كل ناحية مصور ملك من هذه الملوك وهو بيقدم له الهدايا. وده كان مشهد بيحتوي الحقيقة على هذه اللوحات الأربع من كل ناحية، فيه لوحة، ومن كل لوحة أو من كل ناحية كاتب في الأول في نص بالكتابة المسمارية من فوق، وبيتكلم ان هو انتصر على مين، وبعد كده بيحط صور هؤلاء الملوك وصور قدوحهم ليه. فبرضو هنا بتكلم مثلا لما بتكلم على جزية ياهو ابن عمري، قال كده استلمت منه فضة وذهب، وعاء ذهبي ومزهرية ذهبية مدببة من الأسفل، وأقداح ذهبية ودلاء ذهبية وعلبة وأشياء للملك ورماح. ده اللي هو المسلة، اسمها المسلة مسلة شالمنصر، البعض بيسميها المسلة السوداء عشان حجر أسود، البعض بيسميها المسلة البيضاء اللي هي يعني جابت لنا أخبار حلوة أو أخبار يعني من تدل على أن ما ذكره الكتاب المقدس كان صحيح. أرجع وأقول أن ركاب جمال أو ركاب حمير دي لا تشير إلى نبوءة عن حدث سوف تحدث، لكن دي كان بتشير إلى شعب علام أو شعب فارس، واللي هو اتكلم عنه الكتاب المقدس على فم نبوءة على فم أشعية، وأيضا اللي تممها الله وكانت في أيام دانيال زي ما احنا شفنا في سفر دانيال أصحاح 5. قلت لكم هرجع ليه مرة تانية. وبيقولوا أنت يا بلتشاستر ابن لم تضع قلبك مع أنك عرفت كل هذا، مرة تانية دانيال 5 آية 22. بل تعظمت على رب السماء فحضروا قدامك أنية بيته، وأنت وعظمائك وزوجاتك وسريك، وشربتم بها الخمر، وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي تبصر ولا تسمع ولا تعرف، أما الله الذي بيده نسمتك وله كل طرقك فلم تمجده. حنازن أرسل من قبله اللي هو الله ده اللي أنت ممجدتهوش، طرف اليد فكتبت هذه الكتابة، وهذه هي الكتابة التي سترت منى منى تقيل وفرسين. وهذا تفسير الكلام، منى أحسن الله ملكوتك وأنهى، تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فرس قسمت مملكتك وعطيت لمادي وفارس، أعطيت مملكتك لمادي وفارس. نفس الكلام اللي قاله أشعية، فرأى ركاب أزواج فرسان، ركاب حمير، ركاب جمال، ركاب حمير وركاب جمال، فأصغى أصغاء شديدا ثم صرخ كأسد أيها سيد الرب
أيها السيد، أنا قائم على المرصد دائما في النهار، وأنا أقف على المحرص كل ليالي. فهنا دول دي بيشير إلى مملكة عيلام أو مملكة فارس أو مملكة مادي وفارس، ما لا تشير إلى نبوة عن حد جاي أو رسول جاي أو نبي جاي أو إلى آخره. لكن بالعكس، ده هو لما هيجي هنشوف دلوقتي الكلام بيتكلموا على هذا الرجل كلام صعب قوي، اللي هو النبوة اللي بتنبأ عنها ده اللي هو جاي ده، بيتكلم عنه كلام قال كده كلام. هنشوف مع بعضينا دلوقتي، هكمل مع بعض وهنشوف ايه صفات هذا الانسان اللي هو اشعياء نفسه رقيق المشاعر، لم يحتمل منظر الرؤية وما رآه من رؤية صعبة يعني. فبيقول: تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فارس قسمت ملكتك وأعطيت لمادي وفارس، حينئذ أمر بلشصر أن يلبسه دانيال الإرجوان وقلادة من ذهب في عنقه، وينادى عليه أنه يكون متسلطا ثالثا في المملكة. في تلك الليلة قتل بلشصر ملك الكلدانيين، فأخذ المملكة داريوس المادي وهو ابن 62 سنة. فنفس الكلام اللي هو قاله الكتاب المقدس، وصف اللي حصل أو النبوءة اللي قالها أشعياء بالضبط حصلت تماما كما تنبأ عليها أشعياء النبي، لأنه هكذا قال الرب. أرجع مرة تانية في أشعياء 21، هقرأ عدد 5 وعدد 6 عشان نكمل مع بعض. يرتبون المائدة، يحرسون الحراسة، يأكلون يشربون، قوموا أيها الرؤساء امسحوا المجن. وبعدين لأنه هكذا قال الرب: اذهب أقم الحارس ليخبر بما يرى. فرأى ركابا أزواج فرسان، ركاب حمير، ركاب جمال، فأصغى إصغاء شديدا. فهنا لأنه هكذا قال الرب: اذهب أقم الحارس ليخبر بما يرى، يعني عشان نشوف إيه اللي حصل. نفس الكلام اللي هو رآه دانيال وفي تلك الليلة التي حدث فيها غزو ماد وفارس على مملكة أشور. فرأى ركاب أزواج فرسان، ركاب حمير، ركاب جمال، فأصغى إصغاء شديدا. ده اللي شافه، أن هم دول في الليلة دي اللي هم جم وعشان يزبوا أو يحدث ما يحدث مع الملك، ملك أشور. وشفنا قبل كده الحقيقة أن بتكلم على الفرسان ركاب الحمير شفناها مع بعض، وركاب الجمال شفناها مع بعض. دي إشارة إلى هذه المملكة، مملكة علام أو مملكة فارس أو مملكة الفرس يعني مادي وفارس. دي بس حاجة. الحقيقة لما هنا بيكمل في العدد اللي بعديه وبيقول الكلام: فرأى ركاب أزواج فرسان، ركاب حمير، ركاب جمال، فأصغى إصغاء شديدا. إيه اللي حصل بعديها؟ ثم صرخ كأسد: أيها السيد، أنا قائم على المرصد دائما في النهار، وأنا أقف على المحرس كل الليالي. فهنا لما بيتكلم على فرسان أزواج 2 راكبين على حمير وراكبين على جمال، دي اللي طبعا اللي هي جم من فارس وجم من مادي وفارس، واشتهر طبعا الفرس بالمركبات بتاعتهم جراء الحمير زي ما احنا شفنا مع بعض، والماديين طبعا بالمركبات اللي بتاخدها الجمال زي ما شفنا مع بعض في على المسلة بتاع المناصر الثالث اللي بيتكلم على هذه البلاد التي أخضعها وحط من ضمن المميزات التي تميز هذه البلاد ان هم ركاب جمال. وبعدين بيكمل: ثم صرخ كأسد: أيها السيد، أنا قائم على المرصد دائما في النهار، أنا أقف على المحرس. طبعا كأسد طبعا معروف هؤلاء الناس بما صنعوه مع البلاد اللي هم خضعت ليهم، كان يعني
في منتهى القسوة ومنتهى المعاملة الغير مش هنقول غير آدمية، لكن هي معاملة لا تليق إن إنسان يعامل أخوه الإنسان بهذه المعاملة من أجل إن هو ياخد أرض وياخد مكان وياخد بلده. وبعدين بيرجع يكمل: هوذا ركاب من الرجال أزواج من الفرسان؟ فأجاب وقال: سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة كسرها إلى الأرض. الكلام بيأكد مرة أخرى على التسعة: وهوذا ركاب من الرجال أزواج من الفرسان، فأجاب وقال: سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة كسرها إلى الأرض. اللي هو قال عليها بالضبط كده في الأول وحي من جهة برية البحر، اللي هي تكلم هنا على بابل كسرها الأرض. يا دياستي وبني بيداري ما سمعتم من رب الجنود إله إسرائيل أخبرتكم به. ده الحقيقة اللي أخبروا به دانيال وأخبر به أشعياء لهذا الشعب. وبعدين بيكمل الحقيقة الكلام الرائع الآخر هذا الكلام: يا دياستي وبني بيداري ما سمعتم رب الجنود أخبركم به. دياستي اللي هم الناس اللي هم بيدوس العنب برجليهم في البيدر يعني، وطبعا بيتكلم هنا دول كان أشارة إلى المكان اللي هو كان فيه بيدر العنب اللي هو بيدر أرنان اليبوسي اللي هو مكان الهيكل. يعني عايز يقول يا بني إسرائيل أنا بأخبركم في ذلك الوقت يعني، أو بني يهوذا اللي هم المعبد أو الهيكل موجود معاكم، أنا بقول لكم على اللي هيحصل بالضبط. هيحصل مع الأشوريين والبابليين ما حدث قبل كده وتنبأت عنه وحصل مع بقية البلاد دول، هيحصل إن هم ماد وفارس هيجوا واللي هم ركاب جمال وركاب حمير وهيدمروا هذه البلاد اللي انتوا سابوكم إليها واللي هم أخذوا عنية بيت الرب. بالضبط كده نفس الكلام اللي قاله دانيال على بلشسر. وطبعا اللي عايز يقرأ بزيادة أكتر ويعرف المكان أرنان اليابوس هيشوف الكلام ده موجود في صفة أخبار الأيام الأول أصح 21 وأخبار الأيام الأول أصح 22. هرى بسرعة: فقال الملك داود لأرنان: لا بل شراء أشتريه بفضة كاملة، لأن لا أخذ مالك للرب في أصعد محرقة مجانية. دفع داود لأرنان اللي هو هنا: يا دياستي وبني بيداري ما سمعتم رب الجنود إله إسرائيل أخبركم به. اللي هو المكان ده مكان بيدر أرنان اليبوسي. وبنى داود هناك مسبحا للرب وأصعب محرقات والذبائح سلامة، ودعا الرب فأجابه بنار من السماء على مسبح المحرقة. وأمر الرب الملاك فرد سيفه إلى غمده. في ذلك الوقت لما رأى داود إن الرب قد أجابه في بيدر أرنان اليبوس، بيدر أرنان، يا دياستي وبني بيداري، بيدر أرنان اليبوسي ذبح هناك ذبائح للرب. دي في سفر أخبار اليوم الأول صح 21، صح الثاني اللي بعديه صح 22. فقال داود: هذا هو بيت الرب الإله وهذا هو مسبح المحرقة لإسرائيل. وأمر داود بجميع الأجنبيين الذين في أرض إسرائيل وأقام منحتين نحت حجارة مربعة لبناء بيت الرب. ده الحقيقة اللي حصل مع أشعية، أو حصل النبوءة التي رآها أشعية عن ركاب الحمير وركاب الجمال. ده السؤال الأولاني، معلش أنا خدت فيه وقت شوية عشان بس تبقى الأمور واضحة، لأن احنا بنقول عن حاجة احنا عارفين دي بتكلم عن مين، ما هياش نبوءة عن أي آخر أو عن أي أحد تاني. إخواننا ما اكتفوش بكده، لا هما بيحاولوا يدوروا على أي حاجة. لما هنا بيتكلم الحقيقة على اللي حصل من 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 هذا الإنسان اللي هو جاي للنهب وجاي للغنيمة، جاي للنهب وجاي
جاي للغنيمة، وحي من جهة بريت البحر قبل ما يعني ما اشوف السؤال الثاني. قد عنت لي رؤيا قاسية، الناهب ناهبا والمخرب مخربا، اصعدي يا علام. هنا بيتكلم على اصعدي يا علام، ده هو ده الناهب وده المخرب، مش بيتكلم على حد تاني. والحقيقة لما بيتكلم في إصحاح 33 في سفر أشعياء على الناهب ده بيتكلم كده: ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب، وأيها الناهب ولم ينهبوك، حين تنتهي من التخريب تخرب، وحين تفرغ من النهب ينهبونك. يا رب ترأف علينا، إياك انتظرنا، كن عضدهم في الغدوات، خلاصنا أيضا في وقت الشدة. من صوت الضجيج هربت الشعوب، من ارتفاع اكتبدت الأمم، واجني سلبكم جني الجراد، كتراكد الجندب يتراقد عليه. وإلى آخر هذا الكلام على الناهب والمخرب اللي هو بني علام أو بني مادي وفارس، اللي هم ركاب حمير وركاب جمال زي ما شحنا مع بعض. نرجع للسؤال الثاني اللي هو بلسان آخر. إخواننا أروا في أشعياء 28 ومن عدد 11 لما بيقول الكتاب المقدس أنه بشفة لكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب، لسان آخر يكلم هذا الشعب. فقال لك لسان آخر يبقى لسان يعني لغة تانية غير العبري، يبقى حاجة قريبة من العبري كده، نفس الحروف بتاعت العبري، يكلم هذا الشعب. طبعا الكلام ده مش مظبوط. هنا لما نشوف الكلام بشفة لكناء، يعني نفس الكلام بس بلكنة غير اللكنة، وبلسان آخر واحد تاني هيتكلم يكلم هذا الشعب. إيه الكلام ده؟ الحقيقة لما نيجي في الأصح 28 ومن الأعداد الأولى هنفهم الكلام ده بيتكلم عن مين. ويل لإكليل فخر سكارى أفرايم، وللزهر الزابل جمال بهائه، الذي على رأس وادي سماء المضروبين بالخمر. فأنا بيتكلم على أفرايم، بيتكلم على أصباط بني إسرائيل اللي هم في الشمال، المملكة الشمالية، سبت أفرايم. وبعدين بيكمل: هو ذا شديد وقوي للسيد، كأنهيال البرد، كنوء مهلك، كسيل مياه غزيرة جارفة، قد ألقى إلى الأرض بشدة. هنا برضو بيتكلم هنا على هذه المملكة الأصباط. ويل لإكليل فخر سكارى أفرايم، سكارى أفرايم، أفرايم المملكة الشمالية زي ما قلت قبل كده. أفرايم دايما لما بيذكر اسم أفرايم فبيشير إلى المملكة الشمالية، مملكة إسرائيل الشمالية، ودي كانت عاصمتها السامرة. وسكارى أفرايم لما بعد عن ربنا، إنهم كانوا لا يعبدون الإله الحقيقي، هذه الأصباط وضلت. هوذا شديد وقوي للسيد، كانهيال البرد، كانوا مهلك، كسيل مياه غزيرة جارفة، قد ألقاه إلى الأرض بشدة. وبعدين بيكمل ويكون قد ألقى الأرض بشدة، بالأرجل يداس إكليل فخر سكارى أفرايم، بالأرجل يداس إكليل فخر سكارى أفرايم. دي كلها عن أفرايم، مش عن أي مملكة تانية ولا عن أي حد تاني، عشان بس الجماعة إياهم اللي بيدوروا على أي حاجة وفاكرين يعني لما يلاقي حاجة كده يبقى دي. لا، ده هنا بيتكلم على ما سيحدث مع هذه المملكة. بلسان آخر أو لكناء أخرى هكلم هذا الشعب. هنشوف دلوقتي إيه اللي حصل مع هذه المملكة. في السؤال الأولاني اللي جاوبت على حالكم عليه لما تكلمت على شلمناصر الثالث، ومن ضمن الملوك اللي هم سجدوا له وقدموا له جزية أو هدايا كان ياهو ابن عمري ملك مملكة إسرائيل الشمالية. ياهو ابن عمري ملك مملكة إسرائيل الشمالية. فهنا بيتكلم على النهب اللي هيحصل معاهم، النهب اللي هيحصل معاهم، وهنشوف دلوقتي مع بعض هيكمل ازاي. في ذلك اليوم ويكون الزاهر الزابل، مرة تانية من عاية ثلاثة، بالأرجل داس إكليل فخر سكارى أفرايم، ويكون الزاهر الزابل جمال بهاءه، الذي على رأس وادي السمائن، كبكورة التين قبل الصيف التي يراها الناظر فيبلعها وهو في يده،
لذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه، تاج بهاء لبقية شعبه. فهنا الزهر الزابل اللي هو بيتكلم عن السامرة التي ستقع أو ستسقط بالسيف في ذلك الوقت. وبعدين بيكمل وروح القضاء للجالس القضاء وبأسا للذين يردون الحرب إلى الباب. فهنا بيتكلم على نزع مجد كبار أو كبرياء السامرة أو كبرياء أفرايم اللي هم الناس الأغنياء دول، هينتزع الفخر والغنى اللي بيتمتعوا بيه، الغنى واللي بيتمتعوا بيه. وبعدين بيكمل وروح القضاء للجالس القضاء وبأسا الذين يردون الحرب إلى الباب. فأنا أكون روح القضاء للجالس القضاء، الله يعطي للجالسين على كرسي القضاء روح عدل في مملكة الجنوب اللي هم الشمال خربان، لكن الجنوب دول بيعبدوا الله الحقيقي، فدول يحكموا بالعدل، يحكموا بالقضاء لشعبه. ولكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر، يرجع مرة تانية. يعني هو بيتكلم هنا على ملك أشور المملكة الشمالية، ملك أفرايم أو ملك إسرائيل المملكة الشمالية، حصل معهم وحصل وحصل. وابتدي يتكلم عن المملكة الجنوبية، الكلام اللي أنا ذكرته من شوية، لكن تاهوا، ضلوا بالخمر، تاهوا بالمسكر، الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر بتاعتهم الخمر، تاه من المسكر، ضل في الرؤى قلقة في القضاء، اللي هم بعدوا عن الإله الحقيقي. وأنا تكلمت على المسكر والخمر ده قبل كده. فإن جميع المواد امتلأت قيئا وقذرا، ليس مكان لمن يعلم معرفة ولمن يفهم تعليما، المفتومين على لبن، المفصولين عن السد. وبعدين بيتكلم لأنه أمر على أمر، أمر على أمر، فرد على فرد، فرد على فرد، هنا قليل هناك قليل. وبعدين بيكمل بقية الكلام. الحقيقة اللي احنا شفناها مع بعض، فهنا ده اللغة اللي هيتكلم بها معاهم، هيكرر الكلام ويعيد لهم الكلام عشان يفهموا ايه اللي هيحصل. لكن لما هيتكلم معاهم، هيتكلم معاهم بصورة او بلسان بلاتناء، يعني حاجة ما هواش واحد منهم اللي بيتكلم معاهم، بشفة لكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب العدد اللي قبليه. أمر على أمر، أمر على أمر، سطر على سطر، سطر على سطر، هنا قليل هناك قليل، الكلام اللي احنا شفناه ده، إنه بشفة لكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب. إيه اللي حصل؟ فبيتكلم هنا عن خراب المملكة الشمالية، مملكة أفرايم، وأيضا خراب المملكة الجنوبية. فلما تخرب المملكة الجنوبية أعطى علامة. إيه هي العلامة؟ بشفة لكناء وبلسان آخر، شفة لكناء ولسان آخر يكلم هذا الشعب. مين هو اللي هيكلم هذا الشعب بشفة لكناء وبلسان آخر؟ ده الحقيقة شفناه في سفر الملوك الثاني أصح 18. يا جماعة يعني اقروا، اسمعوا، تسألوا السؤال، طب اسمعوا، انت بتكلم نفسك، طب اسمع، هنقول لك ايه، هنجاوبك على هنجاوبك. مفيش، لا، هو بيسأل ومش عايز يسمع، مش عايز يجاوب، مش عايز إجابة، لأن لهم عيون ولا تبصر، لهم أذان ولا تسمع. تعال نشوف ايه اللي حصل للمملكة الجنوبية. هو بيتكلم هنا عن المملكة الشمالية اللي حصل معاها ايه، والمملكة الجنوبية حصل معاها ايه. شفنا المملكة الشمالية اللي حصل معاها، وقال لي المملكة الجنوبية هيحصل معاها الآتي، أصح 28 عدد 11، إنه بشفة لكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب. ده اللي حصل في سفر الملوك الثاني صح 18. وأرسل ملك أشور، اللي احنا شفناه ملك أشور اللي هو هذا من المملكة الشمالية، وياهو ابن عمري دفع الجزية وسجد لملك أشور. وأرسل ملك أشور ترتان ورب ساريس ورب شاقي من لخيش
إلى الملك حزقية بجيش عظيم إلى أورشليم المملكة الجنوبية. فصعد وآتوا إلى أورشليم، ولما صعدوا جاءوا ووقفوا عند قناة البركة العليا التي في طريق حقل القصار. عشان كده قال لهم اسمعوا بشفة لكناء وبلسان آخر، ناس تانيين هيكلموكم بس هيكلموكم بلكنة بس بنفس اللغة اللي انتوا هتفهموها. وبيكمل طبعا ترتان ورب ساريس ورب شاخ، دول دي وظائف من ناس معاونين لملك أشور. فقال اليقيم ابن حلقية وشبنا ويؤاخ لربشاقي، ربشاق اللي هو جايب معاه رسائل دي وهو بيتكلم معاهم، كلم عبيدك بالأرامي لأننا نفهمه، احنا مش عايزينك تتكلم الشعب بنفس اللغة اللي هما بيفهموا، احنا عايز تكلمنا بالأرامي بتاعك انت اللغة بتاعتك احنا هنفهمك، ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذي على السور. مرة تانية بشفة لكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب. دي العلامة، العلامة لتحقيق هذه النبوءة، العلامة لتحقيق هذه النبوءة بشفة لكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب. وده اللي حصل فعلا في ملوك الثانية صح 18 عدد 17 ولما شفنا الكلام ده مرة أخرى. فقال اليقيم ابن حلقية، وشبنا ويؤاخ لربشاقي، كلم عبيدك بالأرامي لأننا نفهمه، ولا تكلم الشعب، ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذي على السور. هو قالوا احنا بنفهمك بس كلمنا بالأرامي اللغة بتاعتك، ما مش تكلمنا بالعبري او باليهودي زي ما بيقول. احنا عايزين نسمع منك انت مباشرة، ما تكلمش الشعب. فقال لهم ربشاقي، قال لهم ربشاقي ايه؟ هل الى سيدك واليك ارسلني سيدي؟ قال له مش لك انت وسيدك، لا، لكي يتكلم بهذا الكلام، أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عزرتهم ويشربوا بولهم معكم؟ ثم وقف ربشاق ونادى بصوت عظيم باليهودي. ربشاقي نادى بصوت عظيم باليهودي. وبعدين باليهود باللغة اللي هي باللكنة دي، هو غريب بيتكلم باللكنة غريبة، مش باللغة بتاعته هو اللي يفهموها، لا ده هو جاي. والعلامة اللي اتكلم عليها أشعياء بشفة لكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب، مش هو ده اللي حصل مع ربشاقي. فقال اليقين بن حلقية وشابنا وآخر ربشاقي، كلم عبيدك بالأرامل لأننا نفهمه، ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذي على السور. فقال لهم ربشاقي، هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لكي أتكلم بهذا الكلام؟ أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عزرتهم ويشربوا بولهم معكم؟ ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي وتكلم قالا، اسمعوا كلام الملك العظيم، كلام الملك العظيم أشور، ملك أشور، هكذا يقول الملك، لا يخدعكم حزقية لأنه لا يقدر أن ينقذكم من يدي. ده سخروا ب هؤلاء الناس من الملك حزقية ومن عبيده، وتكلموا الشعب بلغة يفهمها الشعب، واللي هي اللغة سماها اللغة باليهودي مش بالأرامي اللي هم
الملك بتاع بني إسرائيل عايز أو ملك يهوذا عايز يسمعها، لا. فهنا بيتكلم هنا إنه بشفة لكناه وبلسان آخر يكلم هذا الشعب، نفس اللي حصل في سفر ملوك الثاني صح 18 ومن عدد 17 إلى آخر الكلام، طبعا من عدد 13 الحرب والكلام اللي قاله، وبيكمل في أصح 28 مرة تانية عدد 11 وعدد 12 إنه بشفة لكناه وبلسان آخر يكلم هذا الشعب الذين قال لهم هذه هي الراح أريح الرازح وهذا هو السكون ولكن لم يشاءوا أن يسمعوا. قال لهم ارتاحوا وما تعملوش حاجة، لكن هنا كان الأمر والقضاء من بيت الله على هذا الشعب. فقال لهم قول الرب أمرا على أمر، أمر على أمر، فرد على فرد، فرد على فرد، هنا قليل هناك قليل، لكي يذهبوا يسقطوا إلى الوراء وينكسروا ويشادوا فيأخذوا. هنا طبعا الكلام ده تأكيد الكلام اللي هو تكرار الكلام للتأكيد وتكرار الكلام لأن الله سوف ينفذ هذا الكلام، الكلام ده هيحصل فعلا، خدوا بالكم واحذروا زي ما بيقول الكتاب المقدس. لذلك اسمعوا كلام الرب يا رجال الهز ولاة هذا الشعب الذين في أورشليم، إنكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهوية، الصوت الجارف إذا عبر لا يأتينا لأننا جعلنا الكذب ملجأنا بالغش استترنا. لذلك هكذا يقول السيد الرب هنذا أسس في صهيون حجر امتحان، حجر زاوية كريم أساسا مؤسسا من آمن لا يهرب. وبيكمل إلى آخر هذا الكلام اللي هو في الكتاب المقدس. فهذا لا يتكلم لا عن رسول ولا عن نبي ولا عن آخر، لكن كان بيتكلم عن ما سيحدث مع هذا الشعب، ما سيحدث مع هذا الشعب. وشفنا الحقيقة الكلام ده واضح وضوح غير عادي ان هو حصل لما جه ملك أشور وغزا هذه البلاد، وشفنا طبعا ان ملك أشور كان هزم المملكة الشمالية وهزم المملكة الجنوبية. أكتفي بكده، ألخص السؤالين اللي قلتهم وجاوبناهم من شوية. أشعياء 21:7، فرأى ركاب أزواج فرسان، ركاب حمير، ركاب جمال، فأصغى إصغاء شديدا. دي بيتكلم على علام اللي هو بيتكلم عنها أصحاح 21:2 من جهة علام، وعلام شفناهم أنهم في الآثار كانوا مشهورين بركوب الحمير وركوب الجمال. ده دي حاجة فما هيش نبوة لا عن السيد المسيح ولا عن رسول ولا عن نبي آخر زي ما الإخواننا بيدعوا. السؤال الثاني، بشفة لكناه ولسان آخر يكلم هذا الشعب، كان بيحذر المملكة الجنوبية من اللي حصل في المملكة الشمالية يحصل معاكم. مملكة إسرائيل عاصمتها السامرة اللي هي بيسمها أفرايم، اللي حصل معاهم هيحصل معاكم يا بتوع الجنوب. وقال لهم ان الدليل على كده بشفة لكناء وبلسان آخر، وشفنا اللكنة الأخرى اللي هو ربشاقي لما جه واتكلم معاهم باليهودي مش بالأرامي، طلبوا منه حزقية أو مساعده ان هو ما يكلمش الشعب باليهودي، يكلمهم أو باللغة العامية اللي بيفهموها، كلمنا بالأرامي لكن كلامهم باللغة اللي يفهموها الشعب بلكنة أخرى وبلسان آخر. ده السؤالين بتوع النهاردة. للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، كل مجد وإكرام وعزة وسلطان وسجود الآن وكل أوان ولا دهر الدهور كلها أمين. أمين. تعال أيها الرب يسوع المسيح، الروح والعروس يقولان تعال، من يسمح فليقل تعال، من يأتي فليأخذ ما حياة مجانا. أمين أمين أمين.